الحمد لله على تمام النعم، الحمد لله الذي سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان، نسأله سبحانه أن يتسلمه منا في هذه الليلة، أن يتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. رحل رمضان في هذه الليلة، شهر الصيام والقيام والبركات. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلى رب العالمين، قال أبو بكر للصحابة وللناس: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلذلك نقول لمن كان يعبد الله في رمضان: فإن الله سبحانه وتعالى هو رب شوال ورب رمضان ورب جميع الشهور سبحانه وتعالى، فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة أن نكبر لله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون في آخر يوم مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، ونحن اليوم في أول ليلة من شوال، كانوا يكبرون في الأسواق ويكبرون في الطرقات ويكبرون في البيوت، الرجال والنساء يكبرون بالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات، في سنة 2 للهجرة فرض الصيام على المسلمين، وفي نفس العام فرضت زكاة الفطر. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نعم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين، على الصغير وعلى الكبير. فأنت يا من استرعاك الله على أهل بيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول يا عبد الله أن تخرج زكاة الفطر عن من تعول في بيتك، عن زوجتك، عن أبنائك، عن بناتك، حتى الخادم أو الخادمة في بيتك أنت عليك أن تخرج عنهم زكاة الفطر. أيها الإخوة في الله، حتى الجنين في بطن الأم يستحب إخراج زكاة الفطر عنه، يستحب وليس فرضا عليه. فلذلك زكاة الفطر فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من قوت أهل البلد. ونحن في البحرين وفي بلاد الخليج الصاع هو الرز، صاع الصاع وقوت أهل البلد في البحرين وفي بلاد الخليج هو الرز. فما هو الصاع النبوي؟ الصاع النبوي هو 4 أمداد من يد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، 4 أمداد من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي ما تعادل 2.5 كيلو من الرز. أيها الإخوة في الله، وقت إخراج زكاة الفطر هو من مغيب شمس آخر يوم من رمضان
ونحن في أول ليلة من شوال إلى وقت صلاة العيد، إلى وقت صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم أو يومين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، ولكن لا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فإنها زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات. لمن؟ من يستحق زكاة الفطر؟ زكاة الفطر للفقراء وللمساكين. كثير من الناس يسأل إذا كان هناك قريب أو أحد من أهله فقير أو مسكين، هل يجوز إعطاءه من زكاة الفطر أو زكاة المال؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا عليه الصلاة والسلام، أرشدنا أن الأقربون أولى بالمعروف. فلذلك إذا كان لك أحد من الأهل يحتاج للزكاة وهو فقير أو مسكين، أعطى الزكاة، هو أولى من الغريب. الذي لا يجوز هو الأصول والفروع والزوجة. الأصول هو الأب والأم وإن علوا، يعني الجد والجدة، والفروع هما الأبناء والبنات وإن دنوا، يعني اللي ما يجوز من الأهل فقط الوالدين والأبناء والزوجة. فلذلك الأقربون أولى بالمعروف. وحكم يسأل عنه كثير من الناس: هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج البلاد؟ الأفضل أيها الإخوة والأخوات إخراج زكاة الفطر في بلد الصوم، وأهل العلم قال أو بلد المسكن، ولكن حكمه الشرعي في جواز إخراج زكاة الفطر لخارج بلاد الصوم للحاجة، ولكن الأفضل هو إخراجها في بلد الصوم. وأخيرا أيها الإخوة في الله، أيها الأخوات، ونحن نستعد للعيد السعيد، وقد انتهى وانقضى شهر الصيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. يسأل كثير من الناس عن وقت وحكم صلاة العيد وكيفية أداء صلاة العيد في البيوت. وقت صلاة العيد أيها الإخوة والأخوات، من بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى زوال الشمس، أو قبل زوال الشمس بربع ساعة، أي إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة. بعض الناس يظن أنه إذا فاته أول وقت صلاة العيد فإنه لا يصليها، إذا قام من النوم الساعة 9 أو 10 لا يصلي صلاة العيد. صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتها من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل الزوال بربع ساعة، أي وقت قمت صلها، سواء صليها مفرد بروحك أو تصليها جماعة مع أهل بيتك. تصليها ركعتين من دون خطبة، تصلى ركعتين من دون خطبة. في الركعة الأولى يشرع لك أن تكبر 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية 6 تكبيرات مع تكبيرة القيام، ويشرع بعد الفاتحة في التكبيرة في الركعة الأولى، إذا كبرت 7 تكبيرات وقرأت سورة الفاتحة، يشرع لك ويسن أن تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. وفي الركعة الثانية 6 تكبيرات مع تكبيرة القيام، بعد الفاتحة يسن أن تقرأ سورة الغاشية. هناك حكم يسأل عنه كثير من الناس في صلاة العيد، وخصوصا هذا العام ستصلى في البيوت، إذا نسيت تكبيرات الزائدة 7 في الأولى و6 في الركعة الثانية، هل علي إعادة الصلاة؟ هل علي إعادة الصلاة، إعادة الفرض، أو أرجع للتكبيرات؟ طبعا هذا من السنن المستحبة في صلاة العيد. فإذا نسيت التكبيرات أو تركت عمدا لا شيء عليك، ولا عليك قضاء الصلاة، ولا عليك قضاء التكبيرات، ولا عليك سجود سهو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم شعائر رب العالمين. فإذا صلاة العيد، جواز صلاة العيد في البيوت، كما أفتى بذلك مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الوالد عبد العزيز آل الشيخ لهذا العام، بجواز صلاة العيد في البيوت
وأيضا الأزهر الشريف أفتوا بذلك بجواز صلاة العيد في البيوت مع انتشار وباء كورونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيمون شعائر رب العالمين. اللهم أدم الأمن والأمانة على مملكة البحرين، اللهم أدم الأمن والأمانة علينا، اللهم أدم الأمن والأمانة على أمننا وقيادتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا ومملكتنا وقيادتنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، واشغله يا ربنا في نفسه. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والأمراض، اللهم ارفع عنا سيء الأسقام، ارفع عنا وباء كورونا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. تقبل منا صيامنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا ركوعنا وسجودنا، واكتبنا يا ربنا من المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.